الأستاذ إبراهيم الخواسر، مؤسس لمؤسسة مفتاح السعد لرأس مال لا مادي للمغرب، أمين المال للمؤسسة حاليا. مهم تنعرضه في الرواق اليوم بمناسبة الذكرى 29 لمعرض الكتاب، تنعرضه ما هو متعلق بالتراث اللامادي للمغرب. وفي مقدمة الأمر أنه هناك عرض للخطارة، الخطارة التي ترافعنا عنها على الصعيد الإسلامي وسجلت في على الصعيد الإسلامي، ونترافع الآن على تسجيلها كمهارة وكمهارة في على الصعيد اليونسكو. كذلك هناك مجموعة من المصادر المتعلقة بمؤسسة التي أصدرتها المؤسسة، وفي مقدمتها الندوة المتعلقة بطنجة، التراث اللامادي دعامة للمغرب الصعيد. السلام عليكم، الاسم ديالي سمية حجيب، طالبة في العلوم الاقتصادية وفي نفس الوقت كنمثل جمعية أبي رقرق. درنا هذه الزيارة اليوم لمعرض الكتاب، صراحة كنت زيارة كل عام كنستافدوا بزاف من الجالية اللي كيكونوا هنا، من الدول اللي كيستضيفوا هنايا في المعرض، نظرا كيجيو الناس من جميع أنحاء العالم باش يحضروا لمعرض الكتاب. اليوم كنا في هذه الورشة هذه ديال مؤسسة مفتاح السعد للرأس مال اللامادي، استفدنا بزاف من هذا الرواق هذا. السيدة تبارك الله على شرحت لنا على الخطارات اللي كاينين في المغرب، عدد الانواع ديالهم، كيفاش كيساهموا في التطوير ديال الماء ايتترا. المهم كان الشرح صراحه في المتناول، وهذه فرصه للناس باش يتعرفوا على شي حوايج اللي حنا ما كنعرفوهمش في بلادنا، كنزيدوا نتعرفوا عليهم، شي حوايج اللي كنكونوا كنشوفوهم بعض المرات في الاخبار وكما كتكونش عندنا معلومات كافيه. دونك اليوم داكشي اش كنجيو لمعرض الكتاب كيعطينا هذه الفرصه هذه باش نعرفوا على بلادنا وكنتعرفوا على دول اخرى اللي كيجيو عندنا. ومرحبا منير المباشر، يعني المؤسسه مفتاح السعد للرأس مال اللامادي دأبت على ان يكون دائما ضمن فعالياتها وانشطتها وندواتها الثقافيه المختلفه حضور الاشخاص في وضعيات اعاقه، لان التمكين السوسيو اقتصادي للاشخاص في وضعيات اعاقه لا يتاتى فقط بما هو اقتصادي محض، ولكن يتاتى ايضا بملء وتعبئه خانه الثقافه، بحيث ان لا مجال لتمكين سوسيو اقتصادي بدون ملء هذه الخانة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.